احنا كده جبنا الاوميجا 2 ناقص الاوميجا 1. الاوميجا دي اصلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن الماس اوف فيبر بير كيلو جرام اوف دراي اير، يعني كمية او كتلة الفيبر في كيلو جرام من الدراي اير. حلو، جبت الفرق ما بينهم عشان اقدر اجيب الرو، اجيب الدلتا رو. الدلتا رو اجيبها ازاي؟ اوميجا 2 ناقص اوميجا 1 ده كده الدلتا ماس اوف فيبر، واضربها في الدنسيتي بتاعت الاير اللي هو 1.189. حلو، ذا دراي اير، مش اي اير، هو الدراي اير بتاعي الدنسيتي بتاعته بالمنظر ده. جميل، يبقى انا كده جبت دي رو باي دي تي. الدي تي دي اللي انا عايزها بتساوي الكوفيشنت ده اللي هو الاكستشينج كوفيشنت. انا اتفقنا او عرفنا من المسألة ان انا عندي اتنين كوفيشنت، حلو، وكذلك عندي اتنين ماس فراكشن اللي هو الدي ام اللي هو 0.3 و 0.005. يبقى انا كده مش هحسب بقى القانون ده كده عادي، لا انا هقول كوفيشنت 1 في الام 1 ناقص الكوفيشنت 2 في الام 2، وهو ده اللي احنا عملناه اللي هو ده كده بتاع 1 واللي جنبه ده بتاع 2. حلو، على الدي اكس اللي هو 2.1 الفرق ما بينه. يبقى انا كده عرفت اطلع الدي تي بتاعتي. حلو، مسألة رقم 4. هو عبارة عن ديزل، السبراي او الفيول بيدخل عن طريق السبراي، يعني بضخ الفيول بتاعي بضغط كبير قوي بحيث ان هو يطلع على هيئة سبراي، بحيث ان هو ازود المساحة المعرضة للضغط فيشتعل او يوصل لدرجة حرارة السيلف اجنيشن بتاعته. حلو، 2000 RPM بيلف بسرعة 2000 RPM. جميل، الفيول دينستي بتاعي 850 كيلوغرام بير متر كيوب، اكستشينج كوفيشنت بالمنظر ده، while the fuel vapor mass fraction on the droplet surface is 0.3. جميل، if the time available for evaporation is equivalent to 13 degrees of the crankshaft. يعني هو مش مديني التايم بتايم سكند مثلا او مينت، لا هو مديهولي ب 13 درجة من لفات الكرانكشافت بتاعي. يبقى انا أو نكمل المسألة، how much should be the droplet initial diameter عشان تقدر تخلص او يعني الدايمتر بتاعها يختفي تماما، يحصل له evaporation، يحصل له ignition في التايم اللي هو بتاع 13 degrees ده. تمام، يبقى انا عندي time of one revolution 60 على 2000. حلو، التايم بقى of evaporation هنقول ايه؟ انا عارف ان هو 13 على 360 ده كده يعني لما اضربه في التايم بتاع الريفوليوشن الواحده هيديني التايم التوتال بتاع الايفابوريشن بتاع الدروبلت دي، الدروبلت بتاعت السبراي. يعني هو السبراي عباره عن هيطلع على هيئه دروبلت، الدايمتر بتاع ماكسيمم، الدايمتر بتاع الدروبلت دي ماكسيمم بيكون الدايمتر بتاع النوزل بتاع السبراي بتاعي. حلو، يبقى انا كده هبتدي احسب القانون ده، قانون جديد ده هو اخر قانون تقريبا في الشيت ده. احنا كده لمينا كل القوانين اللي في الشيت والباقي تطبيق عليها. التي اللي هو التايم بتاعت الايفابوريشن بتساوي الرو بتاعت الفيول في الدي انيشال سكوير ناقص الدي فاينل سكوير على 8 في الاكستشينج كوفيشن في لين الكلام ده. حلو، احنا عارفين اصلا اللي هو الحته دي بتفكرنا بايه، اللي هو كوفيشنت فلين مظبوط، اللي فوق ده كوفيشنت على لين الكلام ده. حلو، بس ما في سيكنس بقى هنا بتاع الجي اللي هو توتال يعني. حلو، هبتدي اعوض. هناخد بالنا بقى ان هنا مفيش دي نود سكوير ناقص الدي فاينل سكوير. فين الدي فاينل سكوير؟
احنا المفروض ان احنا عايزين نجيب التايم بتاع الايفابوريشن، توتالي ايفابوريشن. يعني ايه؟ يعني الدي فاينل بتساوي زيرو. حلو، يبقى انا كده هبتدي احسب ان هو الدي نود سكوير ناقص الدي فاينل سكوير اللي هي بزيرو اصلا على التمانية في الكوفيشنت في لين الكلام ده ال 0.3 ناقص الزيرو. ام فيبر انفينيتي هعتبرها ان هي بزيرو عشان هو في تشامبر، يعني يعني ملهاش قيمة الام فيبر، الام فيبر انفينيتي. حلو، الام فيبر زيرو اللي هو عند السيرفس بتاعت ال الدروبليت يعني اللي هو 0.3، عشان انا عندي في الهواء الجوي ما فيهوش اصلا فيول مفروض يعني، فانا كده هعتبر ان هو الماس فراكشن بتاعت ال الفيول في الاير البعيد عن الشامبر دي بزيرو. حلو، على ال1 ناقص ال 0.3. جميل، هبتدي اعوض 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 لحد ما اوصل في الاخر ان الدي نود بتساوي 24 مايكرومتر. بس كده احنا حلينا اربع مسائل. في بس قانون كده حلو، الام دوت دراي اير بتساوي اير فلو ريت على 1 زائد الاوميجا، وال1 زائد الاوميجا دي معناها الميكتشر ماس. انا مش عارف دي جت في اي مسألة، بس يعني هتلاقوها يعني ان شاء الله. ام دوت دراي اير اهي، عشان اجيب الام دوت او الفلوريد بتاعت الدراي اير، ماس فلوريد بتاعت الدراي اير، هقول الاير فلوريد لوحده على 1 زائد الاوميجا 1. جميل، دي مسألة 5 يعني. تمام، شكرا.